جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن قناة الشروق مسرح في الهواء برنامج بناقش قضايا بتهم المواطن وكل الناس بتشارك فيه. نحن بنقدم عمل اي زول اذا حس انه ممكن دار يشارك نحن بنرحب به، واذا دار بعد العمل ينتهي وبعد ذاك يقول وجهه نظره برضو نحن بنرحب به. كثر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف العمل الدارين نقدمه. انت عادي يا راجل اصلا في الدنيا دي ما بتسمع كلامي. كيف يعني؟ كل ما اقول لك كلام ما بتسمع كلامي. اسمع كلامك في شنو مره؟ انت ما سمعت بالزيادات الجايه دي؟ قلت لك نشتري مواد تموينيه من خزينه الدنيا دي ما معروفه. ما تمناش حاجه، المواد التموينيه دي ما بطبوس كان اشتريناها. ما بطبوس يا انت، انا كلها الحر اللي عندنا ده بيخلي له حاجه تنحفظ ولا الكهرباء الكاد عادي نحن نحفظ فيها الحاجات؟ كيف؟ تجيب الحاجه تخطها في الثلاجه الكهرباء تقطع تبوظ لك، تكون قروشك باظت وكهربتك ما فيش. عليك الله خلينا يا اخي. لا لا لا، دي بلد ما فيها تخزين، تخزن فيها شنو؟ المواد الجافه. السكر ده هاي تخزنته هاي بتخزن بتجيه حاجه؟ بتخزن هاي المكرونه دي بخزنها بتجيه حاجه؟ نحن تماسيح انت حاجه، نحن تماسيح نخزن كمان زي التجار؟ نخزن شنو؟ هاي لكن نسوي شنو مع الزيادات اللي ما عندها حد ولا عندها ولا بتجيف دي؟ هاي الزيادات اللي سويناها سقال في زيادات؟ اسكت ساكت. محمد جارنا ده ها في ده الدكان هاي؟ بالله العظيم الحاجه يزيدوها 50 قرش هاي يزيدها 3 جنيه. الراجل ده ما بخاف الله. ده شنو ده؟ نحن تاني ما بنشتري منه. لا، البضاعة البزيدة دي بيشتريها جديدة ولا أصلا قاعدة عنده؟ قاعدة عنده. الله ما بيزعلوا الآن. والله عاد أسوي له شنو؟ ها كان مشى كان غش الناس، ها بيغش الله بيمشي وين من الله؟ هو التجار ده قال لك بيخافوا؟ عندهم مخافة الله ولا بيعرفوها صح يا ناس ولا ما صح؟ هي. ما بخافوا والله التجار. هاي ها؟ نحن بعدين بنخش الغابر ده معاهم بنتعذب معاهم خير. الله يا ربنا والله القسطة والله كان والله شفت مثقال ذرة، مثقال ذرة من حق الناس ربنا يحاسبه على انت قال الحكايه فاكه ساكت ولا شو؟ انا ما بقعد ساكت، انا ماشي اصرف. شفت الغويشتين اللي طلعت بهم من بيت ابوي ديل؟ اها اصرفهم اي وخزنهم. كل مره عليك الله نتيني بهم، كل مره كل مره اذكري لي، كل مره تقول لي الغويشتين اللي جيت بهم من بيت ابوي ديل، الغويشتين اللي جيت بهم بس طوالي، كل مره كررها لي عليك الله طوالي. يا كرهتينا يا اخي. هي لكن ما جبت لي حاجه. يا اخي اجيب لك من وين؟ انا عندي ابيت لك، انا عندي قروش قلت لك ما بديك. انا بيت لك، كان انا بيت لك قول يا زول كعب. الرجال ده اللي بيجيب القروش من وين؟ انا داير اعرف. اتلحلح اتلحلح زي الرجال ديل. الرجال تاجر خزن بيع بس ماسك لي في الوظيفه. الوظيفه بيسويش لي يا راجل يا زول. انا ما باكل اي حق زول وحياة الله. اكل اولادي حرام؟ الناس كلهم كلها الناس ملولوين، الرجال ملولوين كلهم. انا اتلولو زي انا يا اخي. اتلولو يا اخي اتلولو تلولو. ابقى انا اتلولو يجيب. ابقى محمد لولو. محمد لولو محمد كوكب لولو جيب. انا رايت حق حرام ما بخش علي. اصو الدار ياكل حرام بطريقته، انا ما عندي معه شغله. انت ما عندك انا عليه برقبتي بس. انت ما عندك شغله لكن انا دي ها؟ انا دي زي ما محمد ده ها؟ بقى تاجر من حبه صغيره كده ها؟ وغينا شفت غويشتين ديل الغويشتين ديل هاي مش اشتري سكر وخزن السكر. السكر الشوال كان بقى ب 400 ابيعه ب 380 ربحانه ولا ما ربحانه؟ ب 400 خسرانه 20 ها؟ انت الحساب بتاع قريت الحساب؟ لا لا لا
اسمعني يعني محمد كان باعه انا اشتريته بكم يا اخوي؟ اشتريته بكم؟ بشتري ب 200 وحاجه. انت تعالي ما تفتحي لك دكان اختي؟ ما اصلي ماشي عليه. افتحي لك دكان ساعه خزني شو حاجاتك قدام تخزنين عليك الله. ماشي اخزن والله اخزن المواد التمويليه اخزن. اقول لك حاجه هاي. انا انت ما عندنا حاجه هاي. نقعد في البرندة هاي. واللوطين تنزل لك سكر كدي ومواد تمويليه اللوطين. نقعد انا والولادات في البرندة دي بس. ما شاء الله والله زوجتي عندها عقليه تجاريه. ايوه ما شاء الله. ما جيتك انت ما بتفكر؟ انا ما افكر. انت ما بتعمل زي الرجال. لا انا افكر الم السكر كله اجيبه واخزنه كده. الناس التانيين كان جاوا يقولوا سكر ما في، انا ابقى سبب في انه الناس التانيين ما يقولوا سكر. اخواننا ده كيف ده؟ بس بقعد علينا احنا. أيوة خلي الحاجات قاعده. اي زول يشتري على حسب حاجته، اي زول يشتري على حسب قدرته، اي زول يشتري على حسب حوجته. نحن لا نشتري الحاجات بالزايد. اشتري انا دي، انا دي بشتري، انا دي داير ارفع اولادي، انا داير احسن وضعيه ناس. ما ابقى زيك انت كده. الزيادات دي اسع بدل انت مشيت الدكان قال لك الرطو زاد. اسكت اسع الزيادات دي خلاص اتطبقت الزيادات. الراجل محمد ده من يسمع بيها يزيد طوالي. هس اللي انا هس اللي مشيت الدكان هس. انا سايق ها قاعد اتونس. جا ناس قاعد اتونس وقالوا والله اخوانا والله خلي بالك اللحمه حتزيد، لانه قالوا والله بقى يصدروها كلها بس طوال انا امشي ازيد. شفت محمد ده هو شفت محمد ما سمع بس قالوا اللحمه دايره تزيد. يقول اللحمه دي انا ما بشتري لحمه، ازيد كل الحاجات الموجوده في دكاني ده. ده محمد شغال كدي؟ ده غلط. لكن محمد عبد الله ده والله شغال كدي. لكن ده غلط ما صح. كفي غلط. انت سمعت سمع قالوا لك يا اخي في زيادات. في زيادات لسه ما اتطبقت ما اتعملت. انا اقوم اطبقها قبل ما يطبقوها تطلع الغرارة. هو انا ده كيف ده؟ ما ده الحاصل عندنا هنا يا انا. ما في مسؤوليه. ما في مسؤوليه. ها؟ ما في مسؤوليه والله. والله لو في مراقبه وفي مسؤوليه والله زول يقدر يزيد تعريفه. ما في. يا حليل المسؤوليه يا يابا. ويا حليل المراقبه يا يابا. ده كان زمان. هسي هي وين وين؟ ما في اي مسؤوليه. فكت؟ فكت فكت نهائي. اي زول على كيفه؟ اي زول على كيفه. يبيع ويشتري فينا. والله ما كدي. الحاجه دي هسي اللي بيخليها كدي شنو؟ اقول لك حاجه وحاط الله نفيسه نفيسه نزلت فحم منها السجاره دار الخزن الفحم للضحيه. الضحيه يا يما بقوا ايش في منها شنو ضحيه كلها في الثلاجه. ضحيه وين انا ده بعيد رمضان ضحيه وين اشترت الفحم تخزن للضحيه. هلا من نساء من نساء مين حسني والله بلل الملاء العقارب والحشرات ودعت والله ما يسوي لها حاجه. طريقتها شنو ده بطريقتها؟ لكن مره فاكره مره تاجره مره عندها عقليه. اخواننا حد اسم الله نحن الحاجات دي بس يعني هنا مننا ساكت. نحن دايل يا اخي نحن اللي بنفتح الحاجات ونحن اللي بنسوي الحاجات بس من نسمع كلمه زياده دي كلنا نجري. قالوا البنزين ما في وكلنا نجري الطرمبه. قالوا غاز ما في كلنا نمشي محل الغاز. قالوا ما بعرف شنو كل اخواننا. ما معقول الزول يكون هلوع كده يا اخي. الزول ما يكون هلوع يا اخي. اقول لك حاجه يا محمد هاي. عشان تعرف المزل هسه دي انا دايركت تمشي الدكان تمشي لمحمد دار لي كيس مكرونه نعم ودار لي عيبه صلصه. امشي شوف محمد ده زاد الحاجات ولا هافي. المكرونه امبارح جبتها بجنيهين البارح هاي. الليله هسي دار عليك مكرونك ده بشي محمد. شوف المكرونه عنده بكم جدا وانا ماشي لنفيسه جدا وكان لقيتها زاد ما اشتريها. سامح 2000 بس جنيهين. بسم الله جنيهين. يا ولد يا ولد امشي اخ بتاع الثلج جيب لنا ثلج. والله الواطي حر يا اخ. روحنا دار تبرك حر ثقيل. يا ولد جيب معاك سم الفار. الحياة دي كلها مخزن الفيران دي عذبتنا عذاب. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله طيب. مرحب. كيف؟ أهلا وسهلا. ما شاء الله الدكان عمير تب. نعم ما شاء الله. الله أكبر. دي هنا خمسة بالنسبة لنا. أي ولازم رب الفلق. لا أنا ما شاء الله أنا قلت ما شاء الله. أيوة. تريت الله يعني أيوة. ما قلت ساي. أيوة نعم. طيب تعمل لي كده ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله أيوة. ليش ندي ستوب كده؟ ها؟ ستوب. ده شنو أنت؟ مكرونة. ده المكرونة؟ أربع جنيه. لا قبل ما تجيبك أربع جنيه. مكرونة بأربع جنيه؟ طرشتة ولا شنو؟ أربع جنيه. 4 1 2 3 4 طرشتة؟ مكرونة. أيوة مكرونة. مكرونة الكيس ده؟ أيوة المكرونة يا ابن العم المكرونة أيوة. أربع جنيه؟ أيوة أربع جنيه. مكرونة يا زول؟ يا أخي الزول ده مالوه مجنون ولا شنو؟ هاي المكرونة مكرونة مكرونة تاء مربوطة بأربع جنيه؟ يا اخي هاي قلنا لك المكرونه البارح ما قاعد تبيع فيها ب 2000؟ يا اخي امبارح راح اسوي كل امبارح زي الليله. ما امبارح ده براوي يا زول. هوي براوي كيف؟ ما في كلام زي ده. الحصه شنو؟ ما لك زيادات
لا من امبارح لليله زيادات. ايوه ما قالوا طلعوا قرار قالوا في زيادات للمواد شنو كده قالوا احنا نقعد نمشي حياتنا دي نعملها زايد. الدكان ده الحياه دي ما قاعده في رفوف، قاعده في مكيف، قاعده في مراوح، قاعده في دكان. الدكان ده ما يأجره انت. ايوه مشيت جبت بضاعه جديده بالاسعار الجديده قالوها. لا دي البضاعه القديمه اللي عندي. الاسعار الجديده قالوها طبقت على الناس كلهم. جاك منشور قال لك خلاص الزياده يا اخي ما في لا عندي منشور لا في زول جاني، لكن في ما سيكون. ما سيكون كيف يا اخي؟ بالهوى ساي انت بس تسمع تلقط لك كلام تلقط لك جمله طوالي تمشي الزيت يا اخوي. وبعدين يا اخي الزياده دي اصلا بتتم كيفي؟ بتتم لما انت تمشي تجيب البضاعه الجديده تقول لهم تمشي الاجماع اللي انت تجيب بضاعتك الجديده دي اذا لقيتها بالسعر الجديد معلش. بعدين لمعلومتك حتى البضاعة الجديدة لو جبتها اخذتها في الرف دي البضاعة القديمة ودي البضاعة الجديدة المفروض تقول لنا القديمة دي بكده اخواننا بالسعر القديم. ده كان انت عندك ضمير. والبضاعة الجديدة دي بالسعر الجديد كده داير دي الشيلة. انت بتعمل كده يا ابن العم؟ اي انت مسلم؟ نعم. انت مسلم؟ ايوه مسلم. بتخاف الله؟ ايوه. اهل خواجات خير مننا. خواجات خير مننا كده؟ اي خواجات بيعملوا كده يا اخي. اسمع خواجات بيجيبوا البضاعة يقول لك دي البضاعة القديمة. يا ولد جيب التلج يا اخي. تلج شنو؟ مرسل الولد التلج يشرب مويه. انا يا اخي نشفت ريقي انت يا اخي. نشفت ريقك انا؟ يا اخي لوك انا عشان بقول لك صح نشفت ريقك يا اخي لوك كثير. لا هسه برا خواجات برا والله خير مننا يا اخي. انا والله خير مننا والله. يا اخي خير مننا والله. الحاجة القديمة بيبيعوها بسعر القديم بيقول لك دي بسعر القديم ما كملت لحد ما تكمل. وسعر الجديد بعدين الزيادة شنو؟ ها؟ الزيادة أقسم وحاء الله يمين وحاء 100 300% زيادة يا أخي. أنت يا ولد مين اللي شوف يا خزان ده جنريتر يا أخينا؟ لا الزيادة نعم. زيادة أيوة يا أخي. حاجة بأربعة جنيه أيوة يا أخي. زيدها 50 خليها 4.5 خليها 24 خليها زيد 10 يا اخوي. اسمع المويه يا ولد 100 الزول ده حيطير هنا ولا حيعمل 300% زادت من اللي خلقني نعم. ما في حاجه مزيدها 300% يا اخي. اسمعني يا ابن العم يا اخي. اسمع المكرونه دي باربعه شفتها وبعدين شكل ذاته ما شكل المكرونه. عم شوف لك تخينه يا اخي. ما تقعد تفرفر لي هنا يعني اكثر من تطلي. ما بتاكل مكرونه. شوف انا اقول لك شوف لك تخينه ولا شوف لك طريقه. انا اقول لك كلام انت ما بتحدد لي انه انا اكل شنو. طيب انت مالك ما بتحدد لي انا اكل شنو؟ لا لا بحدد لك شنو. انا بحدد لك بتعامل معاك. انا مواطن انت تاجر. نعم. تبع لي بالسعر المعقول. تبع لك شنو؟ ما تتجاوز السعر المعقول يا اخي. ده كلام شاعر. انت شغال في المحليه؟ انت بتاع ضرايب؟ لا انت بتاع نفايات؟ لا انت بس لا الا اكون بتاع ضرايب. ايوه لا المواطن ده اخر حاجه عندكم. الصفه شنو؟ لا الناس كلها بتاع ضرايب. نعم. بتاع المحليه بتاع الحكومه الناس المزعولين ده كلهم شغالين لمنه. ما المفروض لنا نحن المواطن ده ولا شغالين لحاجه ثانيه يا ربي؟ يا اخي اسمعني يا ابن العم. يا اخي اسمعني. اسمعني انت. اسمعني انت. ده دكاني انا صح؟ انا والله انا كان خلاقيات والله 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 حاط الله يسلكك على بيك البحر ده والله قاعد والله احسن لك والله كذاب. والله انا اقسم بالله انا اخش لك في حلقك تعبير ولا شنو؟ انت هسه مالك انت؟ عندك شلل اهتزاز؟ مالك انت بتعمل كده مالك؟ والله ما ارحمك. تعمل كده؟ والله ما ارحمك. ده الشكل بتاعك تعمل كده؟ يا اخوي اسمع المكرونه ب 4 جنيه. هاي ما في مكرونه ب 4 جنيه. مكرونه امبارح ب 2 جنيه انا ما ممكن تبقى ب 4 جنيه يا اخي. ده ما منطق يا اخي. المنطق شنو؟ المنطق اللي في راسك شنو يعني انت؟ ما في حاجه زادت من امبارح لليله. ما سمعنا زياده يا اخي. ما سمعنا مكرونه قالوا بيزيدوها يا اخي. يا اخي انت ما عندك واتساب؟ هاي صح سمعنا قالوا الكهرباء حيزيدوها لكن لسه جايطين ما معروف عسوا شنو. يا اخوي ما اسمع ما اقول ايه راجلنا ونسى نحن راجلنا قالوا المويه فيها مشكله قالوا حيزيدوها لسه ما زادت. يا اخوانا انتم بتزيدوا الحاجات قبل ما ازيد يا اخي ما قلنا من راسك يعني. لسه الناس بيتكلموا بناقشوا بيقولوا حنعمل كده لو ما عملنا كده الحاجه الفلانيه حتزيد لانه في كده الناس لسه بناقشوا. انت يا اخي خليني ناقشوا مش قالوا لا يا اخي تزيد لا يا اخي الزياده ما جت يا المويه يا ولد عندنا زياده ما جت يا اخي. تزيد انت على كيفك يا اخي. تزيد لا يا اخي الكلام ده ما اصلا اوريدي قالوا صح وكيف التنفيذ احنا بننفذ ما بتزيد انت ما بتزيد الزياده ما جت انت انا عندي 50 انت اللي عايز خلاص سنه ونص ها سنه ونص اي سنه ونص انا داير اروح كام يا يهوذا اللحم يا كم يهوذا اللحم ب10 اللحم ب10؟ هاي ده عنده 5 جنيه. يا اخوانا بتتكلم كيف؟ اسمع اقول لك دينا ربع عليك الله. لا
وانت وانت رضيت تترضى ليه؟ ما تشتري ما تشتري انا عندي 5 جنيه. نوعك ده هو نوعك ده هو البرضه ده عشان كده الحاجات بتمش عشان كده الحاجات بتمش. انت عندك 5 جنيه بس ما في زاد بيعترض وده شنو لوح يعني؟ لا ما هو زاد يا اخوانا يا زول ده يا اخي. انت لوح انت لوح ها انت لوح لوح بكم يا ما اللوح ب10 قلت لك اللوح ب10 وده قال عنده 5 جنيه هيدوا نص هيدوا يا ابن العم انت العربي ما بتعرفه ده عنده 5 جنيه هاي داير لوح اللوح ب10 ادوا كم نص صح؟ يبقى المشكله وين؟ ما يدوا لوح خلاص يلا يبقى المكرونه حكيتها انا برضه كذلك يدوا لوح كلم يا زلمتي يا زول هي مره كانت متزوج ها؟ مكرونه باثنين ما متزوج؟ قاعد مع ابنه انت؟ قاعد مع ابنه؟ يا زلمتي سنجل يعني خلاص يا زول كلمهم قول لهم في زيادات ما يجوا مره تيجي في ليله تقول لي المكرونه بكده المكرونه ب4 والشعريه ب4 والرز ب4 كل المواد التموينيه كلمهم طوالي المره دي يعني هوي والله شوف انا ما بشتري من ب4 ما يا اخي ما عندك ما بدي اثنين ما بدي ما في يا زول يا اخي انت ما جبت بضاعه جديده بضاعه هذه قاعده يا اخي البضاعه قديمه يا ابن العم البضاعه ما جوه الدكان مش بعدين الزياده لسه ما جت ما طبقت يا اخي لا اله الا الله انا رجال ما تطبق يا اخي يا الحكومه ما طبقت لسه انت بتتكلموا يا اخي انت تطبق الكبار ما تسمعوا اشاعات تسمعوا كلام طوال طق 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 تخط لنا انا بتكلم في السياسه لا تخط لنا انا بتكلم في السياسه انا بتكلم في السياسه تكلم في السياسه منو انا بتتكلم في السياسه تكلم في السياسه انا بتكلم في الاكل والشراب يا زول لازم تتكلم في السياسه انا بتكلم في السياسه امشي من دكانك يا زول امشي من دكانك والله امشي من دكانك لا ترتل بس تهمه صح اقسم بالله انا عايش كثير يا والله اما انا كلمت في السياسه امشي وانت انا كلمت وقلت الاكل والشراب انا مش قول لي مرتك ما في شعريه المكرونه مكرونه ب4 بس ما المكرونه ب2 ما لا محمد بعد اليوم لا النسوان جاي تعمل النسوان هذيل النسوان ده قال يقفل انا الدكان حقك ليه يقفل الدكان؟ يقفل الدكان لانك انت زول بتزيد من راسك قفز من راسي ايوه شوف لك حله ثانيه حله انت دي ما بتقعد فيها يا وليه يا مره هي أيوة. ما تقول لجنه ده دكاني انا ماجره ماجر الدكان ده بيبيع في البضاعه انتوا عندكم قروش تعالوا اشتروا ما عندكم اقعد في السخاين دي السخاين اقعد السلايق دي قال لك هاي اقعد الجراريس والله نحن بناكل دان عاين الشيء وغراسه بلا من راسه انت هذا شكل ده شكل دان والله انت في سمبريا ساكت يا اخوي هوي ها انا سؤال ده انت بتاكل دان يعني منو ده انا ما باكل دان انا بشتغل في دكاني ده دكاني ده دكاني شغال فيه ده اسمع يا محمد ما تقعد تظهر لي لا 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 المحليه ما قدروا عليك الحكومه ما قدرت عليك بنقدر عليك احنا المواطنين ده ايوه نحن بنطلعك من البلد دي نطلع شو يعني نطلع من الدكان ده يا خالد انتوا بتشطروا علينا امشي للناس اطلع الغرارات جايين لنا شو يعني الغرارات وينها؟ عندك عندك غرار في يدك اديني لو اديني القرار انت جايين نحن جاهلين اه ادينا ورينا ادينا القرار في يدك طلع الورقه جيب القرار وين القرار؟ جيب القرار غرغر ها؟ ها؟ القرار هسي طلع القرار ولا قفل لك دكانك ده هسي يا هو يا هو يا قاعد سمع بالتليفون بس بالتليفون بالتليفون بالواتساب الليلة الواتساب ده اكلوا واشربوا ها؟ الليلة الواتساب ده اكلوا واشربوا الليلة الدكان ده هسي انا اجيب المحلية تقفلوا لك اديني القرار منصور ده شو؟ لا يا شفت انا امشي اجيب لك المواطنين الليلة هنا يقفلوا لك الدكان بس لا 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 انت كنت داير مكرونه بكم؟ داير مكرونه بكم؟ 2 جنيه 2 جنيه جدا بجيب لك المكرونه انت داير شنو؟ انا ما عندي اخبار والله العظيم 2 جنيه يا مروه يا مروه امرك علي امرك علي الزيادات دي ما للمواطن ما صالحه نهائيا واي حاجه بتقول زياده زياده اي واحد مواطن يعمل حاجه زياده بالغلط الكلام ده والله ما بجوز نهائيا المواطن مسكين وتعبان وما عنده اي شيء بياكل وبيشرب انا الكلام ده منكم غلط يا المويه تعرف المويه زادت الكهرباء زادت وقري زادوا ما في في الجيب لو فرضنا في زيادات حاصله في 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 الشارع العام يفترض المواطن يكون واعي جدا يعني يمشي يبلغ السلطات بطريقه سليمه والتاجر ذاته يعني يعني في النهايه حتى لو زاد ما يفترض اي زول يتكلم معاه يمشي يشوف السلطات الرسميه يبلغوها بانه في يعني التاجر الفلاني في المنطقه الفلانيه هو عامل زياده اضف الى ذلك انا دار وعي حاجه معينه يا استاذ محمد غياب السلطات الرسميه غياب الرغابه هي بتشكل دور كبير جدا في الزيادات الحاصله في السوق يعني حقيقه نحن بنلقى يعني الحكومه اول السلطات يعني بتعرف تعاقب مثلا الناس المرور في الشارع يعاقبوا الزول اللي ما عنده رخصه اللي ما عنده بتاع في حين انه المفروض ناس المحليات وناس الدور الحكوميه يعني شغلتهم شنو هن؟ يحوموا في الاسواق دي يشوفوا زيادات وين من شنو من منو؟ فحقيقه الزيادات الحاصله اساسا الدور الاساسي اللي لعب فيها السلطات الرسميه. حقيقه الزيادات دي بتتم باسباب كثيره، اول حاجه في جشع من قبل التجار،
وفي برضه هلع من قبل المواطنين، وبتم عن طريق الشائعات بأسباب وبدون أسباب. وفي ظل تحرير الأسعار من الصعب جدا إنه المسألة دي أنه الناس تضبط السوق، فيبقى دي بتوقف على إنه وفرة الإنتاج ووعي المواطن أنه الواحد يشتري على حسب احتياجاته. التخزين زي ما ورد في التمثيلية إنه التخزين ما للمواد كلها، وبتساعد على ارتفاع الأسعار. نحن دا نعرف دارش مثلا زيادة، ليش نو زيادة؟ الكهرباء غير متوفرة، الماء في أماكن كثيرة في مدينة الخرطوم غير متوفر، فلماذا زيادة؟ المواطن يدفع من حر ماله دفعا مقدما، فلماذا تقطع المياه وتقطع الكهرباء؟ هي غير متوفرة، فلماذا زيادة؟ هذا سؤال واحد. وأشياء ثانية أخرى، يعني هناك زيادات كثيرة في السلع اليومية، يعني كالرغيف والذرة، ونظرا لماذا هذه الزيادة؟ أهم حاجة إنه المواطن يعرف حقه، ده أهم حاجة إنه المواطن حقه يعرف حقه وما تكون في زيادات، والزيادة ذاتها تكون مغننة، إنه المواطن ذاته يعرف إنه الزيادة ديت من وين؟ هل جات من وزارة التجارة؟ زيادات محلية؟ جات من وين؟ المواطن ذاته ما يخلي حقه، الغلط ذاته من المواطن، يعني هسه التجار والناس وكل الجماعة ديل، الزيادات دي بيفتكروها من راسهم وتتغنن وتمشي على كده. أضرب لك مثلا أبسط حاجة، أنا إحنا مواطنين هنا تجي الحفلات زمن الزروة الساعة 2:30، الحفلات الكبيرة تكون ما في، تجي الهيسات الصغيرة دي بيقولوا بخمسة جنيه، يقولوا بعشرة جنيه، الناس تقوم تركب. دي نوع من التشجيع، وتشجع الناس الجشع، وتخلي الناس إنه الزول التاجر ده ما عنده هم، المهم يلم بكده ولا كده. بعدين ذاته على ذاتي إنه التاجر الصدوق المفروض يكون صدوق، ذاته التاجر يكون صدوق، ما بتكون فيها بركة القروض ذات البلمة دي، ما بتكون فيها بركة، يسهب الحرام من حيث أتى. دي ذاته لو بتفكرها حرام، والناس لأنه الناس غلابة وبتجيبوا القروض دي، الواحد يدعب شديد إنه في معاناة، المدارس، المصارف، السكر، الشاي، الصابون، مشاكل كثيرة في رأس المواطن. أنا والله بختصر الموضوع ده كله في حتة واحدة، أتمنى من الله إنه الدولة تعمل ديباجات على كل الأسعار عشان المواطن يتفادى مشاكله مع التاجر، والتاجر يتفادى مشاكله مع المواطن، وعشان كده تكون مشكلة التاجر مع الحكومة. وده كل ما نتمناه يعني. يا محمد، هاي يا اخي اللي بتعمل فيه ده غلط والله. غلط كيف يعني؟ والله ما صح. كيف يعني؟ ما ممكن تدفن الخور اللي بيصرف ميه الحله دي كلها. هاي الحل ده كله حيغرق. ادفنه هاي؟ تدفنه ليه؟ يا هنا انا عندي ناس كبار هنا في البيت، هنا عندي امي كبيره وعندي حبوبتي، بيجي مارقه هنا وعندي حاجات كبار قاعدين معاي، يجوا ينطوا الخور يعني ولا يمشوا بوين؟ يا اخي ده بيتي وده قدام بيتي. طيب الحكومه جات حفرت الخور، صرفت على الخور ده مقلبه، مع انه كل سنه بتجي تعمل تكرر نفس الحاجه، هي حفر الخور يا اخي حفروه قدام بيتي. طيب ما يجيبوا لي ماسوره يخطوها لي عشان انا اردم فوق الماسوره عشان المويه تمشي بتحت، عشان انا الحجاج الكبار ده كان مرقوا، هسه انا عندي زول عيان هنا كان داير مرقوا، ينط الخور ده كيف؟ وزول ما اشيله انا يعني بيدي ولا اعمل كيف؟ ولا اجيب له وينش عشان اشيله؟ يا حمد عليك الله. يا حمد هوي ما تقعد تقول لي ماسوره، شكلك انت الماسوره. الخور ده اتحفر؟ اتحفر؟ انت تتصرف، تجيب لك صاجه، تجيب لك برميل مقطوع. اتصرف انا؟ هاي لكن ما تردم. انا عندي، احنا ساكنين في الحي الورا. انا ما عندي استطاعه اتصرف. انا ما بقدر اشتري لي ماسوره. ماسوره ولا لا تقول لي ماسوره؟ اي يا اخي ما تقول لي ماسوره، انا بشام الكلمه دي. لا بشام مني عديل. لا ماسوره مالها؟ ما تقول لي ماسوره مالها؟ ما عندك شغله بيها. كلمه خليك الله مالها؟ اي بس المهم الخور ده ما تدفنه انت. لا بدفنه. ما تدفنه يا اخي. تدفنه ليه؟ يا اخي عيب عليك يا اخي، ما تدفنه يا اخي. ما عيب عليك. قول الحكومه حفرت كويس؟ التراب جنب الماي. انت شيل التراب. الحكومه دي قاعد تحفر كل سنه صح؟ اي طيب ما تحل الموضوع ده الجذري. تحفر وتجيب مواسير. يا اخوانا كلامي ده غلط؟ كان غلط قول لي غلط. انا زود بيحفر له خور كل سنه، لنا 100 سنه المحليه تجي تحفر الخور خلاص، بعد شويه التراب ذاته ما بشيله، بخلوه جنب الخور شويه بينزل ثاني السنه الجايه يجي يحفروا ثاني. دي ما قروش، ده مصاريف يا محمد. انتوا ذاتكم مساهمين في الحياه دي، كل ما يحفروا الخور قاعدين تقولوا يا اخي السنه دي الخريف خفيف. لا السنه دي الخريف ما في، لا 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 ما في حر. لا لا اول ما تيجي الخريف تكوركوا غرقنا وبتاع. انت قاعد تفتي الخور ده موضوع انا، ده ما مهمتي انا، ده مهمه المسؤولين، مهمه الحكومه. لا انت ذاتك كمواطن بيخليك تفتي الخور شنو؟ ما تفتي الخور يا اخي، دي مهمه المحليه. حفرت خور
جيب ماسوره خطه ارض دم بعد ذاك المويه بتمش بتحت يجي الزول يخش بيته على الاقل انا اخش بيتي انط الخور امشي طيب انا نطيت انا نطيت عندي صحه ابوي الزول الكبير ده يجي ينط الخور ده كيف يعني يا اخي عين لي يجي بوين يعني ما يخش البيت يعني ولا يمشي طيب عندي عربيه دار ادخل البيت ادخلها بوين عربيه هاي عربيه اخي اجيب لك مركين اجيب لك مركين اجيب لك فلنكوت ولا من وين جيب فلنكوت يا اخي لا يا اخي طيب انت ما تدفن انا من حقي يا اخي بنغرق يا اخي نحن بنغرق المويه دي لو جاء ما عندك زول كبير في بيتكم عندي طيب لما لو الخور ده يتحفر يجي معارك كيف يمرق بوين يا اخي امشي للمسؤولين امشي المستشفى سريع امشي للمسؤولين امشي للمحليه امشي للمحليه اقول لازم يعني صور المحل ده صوره بالموبايل الحداثه ما بقت مش كنت انا براي يا اخي مشكله انت البلد كلها يا اخي يا هو يعني هم فاهمين يعني هم عارفين صعب كلامي جاتو يا اخي انت ما قعدت تصعب كلامي يا ابن العم انا كلامي واضح قلت لك انت لما تدفن الخور اسا ولا امبارح حفلتكم اللي عملتوها هنا دفنتوا الخور ده عشان تعمل لك حفله يعني ساق عرفته ومشى هاي ندفن هاي يلا احنا نغرق ولا كيف اقول لك كلام انا بدفن الخور طوالي ما تدفن عليك الله انا بدفن عليك الله انا بتكلم معك بلتي احسن انا بلتي احسن انا قاعد اتكلم معك بلتي احسن هاي يعني انا والله خلاص خلاص شفتها روحنا مرقت خلاص زهقنا عليك كده يا اخي ما معقول يا اخي كله شهرين ثلاثه يا اخي الناس المحليه جايين احفرك يحفروا الخور ويمشوا يخلوا لا يا اخي ما في ناس كبار بيجوا يقطعوا يا اخي ما يخسروا قروش شت مره عشان ثاني ما يجي يحفروا يا اخي انا بوفر عليهم هسه دي ما بتوفر قروش هسه انا كان حفرت الخور ده وجبت ماسوره خطيتها ثاني ماسوره بعدها ردمتها ثاني ماسوره يا ابن العم هاي يا اخي كلمه ماسوره دي ما تقول اقول لك بتشعم انا بتشعم منك يا اخي انت ما عملانا مواسير المشكله شنو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي الماسوره دي بتحل المشكله اي نجيب ماسوره كبيره حقت خرسانه خرسانه كبيره أيوة. ال- 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 الاسطوانيه دي الاسطوانيه دي ايوه تجيبها تحطها في الخور كويس تدفن عليها نعم ثاني ما بتحتاج السنه الجايه لا تحفر انا ادي كلامي هناي انت ادفن على الكلام ده كله كده الموضوع ينتهي انت ادفن على الكلام ده كله وما تدفن الخور ده الخور ده لو دفنته نحن متضرر طيب انا من بيتنا احنا جيران يا اخي ما خلينا نتكلم كلام فارغ ساكت يا اخي انا من بيتنا اطير يعني مثلا اطير اعمل جناحين انا ما شغلتي انا تحت اطير تعمل جناحين طيب ما شغلتي لا شغلتك يعني يعني احنا ما نقدر نمرق كان عندنا زول عيام ما يقدر يمرق دي ما شغلتك لكن شغلتك انه الخور يكون فاتح خلاص انا ذاتي ما شغلتي أه؟ انا ذاتي ما شغلتي طيب ما بتغرقنا نحن يا اخي ما تغرقوا أه؟ ما تغرقوا غرقتك طيب. هنا انا أه؟ انا جيت اديتكم حته هنا جيت انتوا بتمنوا ذاته في محل مجرسين ليه تمنوا سايت تمنوا مجرسين يا اخي ده ما مجرسين عليك الله ما تقعد تطور لي الموضوع لمجرسين ويجوا الناس المحليه يقولوا الحته دي مبنيه غلط عليك الله ما تفتح لي باب ثاني حلتنا دي عاليه جدا انتوا حلتكم انتوا المويه لما تكفي الخور هنا بنغرق احنا بس ده كل الموضوع يا ابن العم يا اخي ونحن ناس جيران ما في داعي للوك لوك 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 ونخسر بعض بس كلامي لك كده ما تقعد تتكلم كلام فارغ الكلام ده واضح افتكر واضح انت كلامك صرفته معي ده ها كلامك الكثير ده صرفته معي ده اها انت اصلا كنت زول دار المصلحه وداير انت ما تغرق ما تمشي المحليه هناك يا محمد جايين انا ليه يا محمد هاي؟ سيب الكلام الكثير يا اخوي انا حمرق معايا شوالات حقات الوساخه ديل قبل الخريف ما يجوا يعفن لنا البيت بتاع النفايات ما جوا ولا شنو نفايات شنو هم تاني قاعدين يقولوا ناس النفايات بس يشيلوا قروشنا ناس نفايات شنو يا اخي يا مرة يشيلوا قروش كيف يشيلوا قروش ما يجي يا مرة الخدمه كيف لهم كم يا مين ما تديهم ثاني ما تديهم اديهم شنو ما قالوا وزعت قالوا الكتروني يا مرة يا مرة معلش يا معلش الشوال بتاعي بتاع الوساخه خليه عندك لحد ما تجي العربيه هي انا ما تجي جاي اكب في الكومل جاي اكب من فوق على الكومل حبايب الناس المحليه ديل ما هذيك امام مقومه لا 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 عليك لا 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 انت شوالاتك معروفه اول امبارح اخر شوال خطيتوك عامل لقينا فيه جلد بتاع خروف خطي لنا في الحله فطيصه احنا ما بتعرف فطايص كنا ضابحين يا اخوي ضابحين شنو كنا ضابحين ما لنا مالكم ضابحين ولا سالخين الوساخه بتطلع علينا برا في الشارع احنا ناس احياء ساكنين مع بعض ده تعزونا احنا يا عملت لنا جيوب انفيه واخلاقنا جاتنا انت جاي بخيل زيك يوم ذاك لما انضبحت الخروف مرتك شايله الجلد بالدس ودته الكوشه شفتها بعيني لكن احنا بنعزم استك يا اخي الخروف ذاته صغير أه؟ الخروف صغير عم بلوك صغير كده ان شاء الله جداده ان شاء الله جداده الجار بالجار يا اخوانا ضو الجار ولا ما صاحب نحن ريح الشيط عزتنا كلنا بنغلط ما في زول ماشي عديل عليك الله الغلط راكبنا كلنا انا واحد اعترف انا عشان نحل المشكله اسمع مش نغمد عيوننا انا اللي فاتت في بيتي دي كلها ما ارقاها وحطاها برا انا شو ناس العربيات دي ذاتهم بيعملوا شو ناس قولي ما جو يا وليه بتتأذوا انتوا
منو؟ الجوال ده فيه فطايز ده وفيه وساخه بيلك فيه الضبان، الضبان اوريدي اوريدي حيجي نعطي لك اوريدي يعني انا ريك في بيتي انا الضبان ريك في بيتي انا ريك في بيتك يعني بيتك انت قاعده في سياق ريك في الشارع يا اخوي يا اخي ما بيجي ده اسمه توالد البعوض انت انتظر العربيه والاخده الاخده ما يكفينا الخور نحن حيينا بيجاي وما في داعي للاساءه والكلام الكثير انا كلام انت انا ما ستزل انا عندي ناس كبار بيجوا مارقين ما ممكن ازول يجي مارق ونط الاخر لانه ما حيقدر ينطوا لازم اعمل له كبري ولا اعمل له ردميه ولا اعمل له حاجه عشان يمشي اقول لك حاجه انا ما بقدر اعمل ولا عشان ناس كبار ولا عشان اي شيء عشان الناس المحليه داري يتعلموا كل سنه حافرين الخور ده وخلينا البغايه حقته ترجع تاني يا جماعه الناس دي بيشيلوا قروش ساي يا اخي دي خطتهم يا اخوانا خطتهم ما اي مسؤول بيجي بيقول يا اخي انا لو رشحوني انا لو مسكت المحل ده بطوره اول ما يمسك يبقى في روحه اي والله ما في حاجه والله في دانا معاك اي شفتها اي زول مسعود يجي نعم يقول اخوانا انا بمسك الحته دي بريحكم وريح المواطنين ايوه ايوه المواطنين الصغار الاحرار ايوه ايوه المواطنين ايوه هنا المكان الحي ده يكون نظيف ايوه وحيتقدم والفجه حتكون نظيفه ايوه اول ما يقعد في الكرسي ثاني ولا نشوفه ولا نشوفه ثاني دي ذاته ما عارف يحلوها كيف دي ها دي ذاته ما عارف يحلوها كيف ما هو لازم يكون في زول مزعول منه لا حول ولا قوة إلا انت مزول مني انا المفروض يكون في زول مزول مني داك يكون في زول مزول منه عشان ده يجي يزعل ده يقول له عملت شنو ده يزعل لكن ده ما في هلا انت ما خطه بتاعتك بقول لك خطه اسمها يعني بعيده المدى وقريبه المدى خطه ما برمجه خطه بين انا كان عندنا خطه ده حنا يا اخي عندنا خطه ذاته اسمع يا محمد أيوة. بلا خطه بلا كلام فاضي معاك أيوة. المزال دي بيجي علي انا انا براي البشير الوساخه باخدها بس خلاص المزال كله كلهم قاعدين خطه وساخته لا يعني ما انت لما تقولي ده كلهم هي دي المساله هي كارثه وين التجاره المشكله لما تقولي انا براي بيجي علي حتى لاجح الكلام اللي بتقولي فيه ده ليه انت ابدي بروحك ابدا بنفسك انت اول حاجه الوساخه خليها عندك العربيه بتجي ما جت بالليل جري الوساخه دي وديها شوفي محل اكيد تاخدها لنا في الحله ما ممكن احنا عندنا ضيوف بيجونا بنعمل حفلات بنعمل عندنا اجتماعيات احنا ناس بريميتيف احنا ناس كريشنز لا هاي 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 انت ما عارف ايوه ما شايف عنده جاب له سخافه كده ايوه يس ذيس از شنو عليك الله هاي كله مكتوب هاي 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 ذيس از هاي 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 انا ده نترجم على شريط عليك الله ما انا مال This is who? أنا مالي أنا كل كلام أنا مالي ومالي this أنتوا رجال أمشوا حلوا المواضيع ده مع الحكومة مع المحلية لكن مش المحلية تجي تشوف تجي تحل المشكلة وسخ تبقى جيبها بس هاي المحلية أول تجيب الوسخ جيب الوسخ طوالي لا 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 في زول بيخلي وسخ يا أخي الجوال ده فيه راس نيفة يا أخي في زول بيخلي وسخ في بيته يا أخي طيب تمرقوا في الشارع يعني تمرقوا في الشارع ما في كلام زاد عليك الله يا أخي مش قلت في عربات أي خلاص العربات العربات بتجي بتصل تطلع وتفتح الباب من يسافر العربات بتصفر تقول حكم انت قالوا حكم الزول ده لا حكم شنو انا ما بشيل بخطه الوسخ برا لما تسمع صفاره يا اخي عليك الله وين الصفاره ما صفاره عنده واحد عنده صفاره ما في ما في يا اخي تضل ثقيله ولا شنو هاي ضل ثقيله ها هاي ضل ثقيله هاي تستحمل يوم يا اخي والله العظيم الخور ده بتتفهم هوي 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 ما تقول لي هوي هوي والله بقول لك والله بقول لك والله بتقول لي هوي شوف 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 الموضوع ده لازم يتحل جذري قصة انت تعمل تردم من بيتك وقصة انه يحفر لنا خور ويخلي التراب برا وقصة انه ما مهتمين ما بيجوا بشيلوا الوسخ ونجي نخط الوسخ نكبه في الخور ده كله كلام ما بينفع نعم الحل لازم يكون جذري نحن نلم ناس الحي ده كلهم كويس ونلم ناس الحي الثاني طيب وكلنا نمشي على المحلية كويس ونقول لهم الخور اللي حفرته ده الخور ايوه وده الوسخ ايوه وده الحاجات كلها قدامكم حلوا لنا المشكلة دي يحلوها لنا يا اخي ما ممكن بسخة. ممكن كل سنة يا أخي يجوا يحفروا يشيلوا التراب يخطوه جنب الخور كده يمشوا كده الخور التراب ينزل ثاني السنة الجاية يجي يشيلوا بس خلاص ده كلام جميل بعد صلاة العصر تلاقى في الجامع بتاع نص الحي ده ونكلم الكلام ده ناس الحلة الخور ده يجي يدفنوه يخطوا فيه ماسورة ويجوا يجيبوا التراب ده يزيحوه يعني للماسورة ثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم ساي تتكلم ساي قلت لك يا محمد مشى ما شاء الله تبارك سكيت الله سكت لك يلا سكت لك لكن بيجي بيجي بيجري هاي. بيجري لكن احنا النسوان هاي. ما شاء الله هاي. عملنا اجتماع هاي. نادتنا احلام احلام المديره هاي. عملنا اجتماع قالت لنا يا ناس الحيلة ده كله ونحن لو اتفقنا الخريف ده ما بيعمل لنا اي حاجه هل اتفاق شنو يا محمد انه اي زول قدام بيته كان 200 متر كان 300 متر يتولى المدى اول حاجه يحفر براهو كويس
يشيل المخلفات بتاعت النادي بلا ما بتاثر بحاجه، تجيب نعم. اولادك تملوا تخد الوساخه دي في شوالات تشيلوها تودوها حته بعيده، تاجروا لكم كارو، تاجروا لكم عربيه، اتفقنا نحن الناس كان كله ذول حسم لنا المزل اللي قدام بابه دي، يعني ما بتكون عندنا مشكله ولا كيف يا ناس؟ كل زول بس قدام بابه كويس. نحن حسمنا المزل اللي قدامنا الناس اللي بيجوا بالعربيه يشيلوا مننا القروش كل شهر دي، الناس اللي فايدة الثاني ما نديهم نسوي لها شنو؟ خلينا ولا الله هلا ما خلونا بيشتكونا يا مداك جابوا لي يا مداك، انت عارف شنو يا محمد؟ يوم مداك جابوا لي وحاط الله جابوا لي ايصال جابوا لك هنا استفتاء قالوا لك عندك جلسه هنا استدعى للمحكمه قلت لهم انا ما علينا بس انت البيت البيت سيدي محمد يا ناس محكمه شنو دارت توديني ليها؟ قالت لي والله العظيم اي انت بنت لعيبه لعامه قالت لي انت شايفه ولا ما شايفه؟ والله العظيم تجي المحكمه جيتي ما جيتي انا اجي اتفسك في عربيه النفايات دي جوا يعني انت وسخ والله عملت لي كان يا محمد وانت سكت لا انا سكتت خفت لك خوفتني مانعه ما كلمتيني ما كلمتيني في لحظات الطوارئ ما كلمتك بابا لا ده استهبال والله والله العظيم قالت لك ولا انت ما تجي انت ما تجي تشيل الوسخ وتجي تشيل مننا القروش كيف يعني؟ قالت لي كده تدفع وتدفع قالت لي انا شغاله انا بتاعت محليه انا قالت لي اي زول بس ده بس اي زول يقول لك ادفع انا خيال البيت دي ذاتها بتشيل القروش بدوا منها حاجه بس تشيلها كيف؟ ما عندك ادك وصل ما فيها وصل بتديني وصل لكن بيصير علينا اصرار شديد خلاص ما اصرار بتاع استلم ورنك 15 الحكومه قالت اي زول يدفع قروش ورنك 15 ما تدفع قروش ساكت اها ورنك 15 ده شو كمان؟ الكتروني؟ اها كيف يعني كده تعال ورينا اللي تعال ما عارفه ما عارفه انا عارفه منو يا جماعه الالكتروني ده انا عارفه منو لا انت ما عارفه ما شفته لما قال طلعت الحكومه قالت ورنيك 15 الكتروني تدفع اي قروش للحكومه عشان القروش ما تمش سايت تجنب بجنبها اسمع هذول الناس كلهم ما عارفين هذول ها ما عارفين لا انا عارفين 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 وحد اسم الله عارفين يا جماعه ما عارفين ها ما بعرفه انا انت قروش تحصيل اي قروش خش الحكومه ببرنيك ما تدي زول قروش ساي شوفي ما زول يديك وصل مكتوب عليه كتابه ساي لغوصه ساي والله يوم ده شرت مني 15 جنيه ومشت قلت لها قالوا لي ايصال قالت لي ايصالات انتهت المره الجايه بجيبوا ليكي شوف ده ولا بيجي يشيلوا منك ثاني ها بيجي يشيلوا منك ثاني والله ما اديها ما ما ما, ما بتقول لك ما على كيفك اديها كيف يعني يقول لك استدعى استدعى هوي دي مشكله ما بتتحل انا كلمتكم قلت لهم المشكله دي كان ما وقفوا معانا ناس الحكومه ذاتهم برانا ما بنحلها يا اخواننا اخواننا في حاجات الا الناس السلطات المزولة تتدخل فيها ما بحلها المواطن براو اس يا محمد ده كلكم والاستعداد للخريفكم يا جماعه الخريف ده قالوا جاي تقيل خلاص السلام عليكم هيا عليكم بس انا زيك كيف شو طيبه لا حول ولا قوه مش هي سالته ها؟ سالته ها؟ ما بخلي الحاجه زي انا ها؟ انا 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 شارب لايك ا نايف ها حتى السكين انجليزي ثاني خلاص هاي مشيت سالته قلت لهم يا اخواننا الالكتروني ده شو قلت لنا ده هاي. قالوا لنا الالكتروني ده معناته اختصار للارانيك الكثيره الاتصالات بتلقى مثلا يقول لك مثلا المحليه براهم ودي الناس دمغتجناها شنو براهم الكلام ده كله بقت فاتوره واحده لكن ذاتها فيها مشاكل المشكله الاولى انهم يقول لك الشبكه تشط الشبكه نحن ما عندنا شبكه هاي ما في شبكه نحن نحن لا عندنا كهرباء هاي. لا عندنا شبكه معليش لا عندنا مويه ايوه لا عندنا رغيف ايوه لا قالوا الرغيف هنا جات في البحر وين؟ قربت خلاص الدقيق جاي هاي الدقيق الحمد جاي. لله يا رب الحمد لله رب العالمين ها اشتري جنريتر لا شنو ها جايه جايه كهرباء هنا مضبوط لمبه ولا زيك ها جايه 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 هاي قالوا جايه هاي قالوا كهرباء جايه وبعدين ذات الفواتير دي بتاعت الالكترونيه هاي. يعني مثلا يقول لك والله يا اخي الشبكه ما شغاله لكن انت جبت هي بتبع ب 10 يقول لك جبت ثلاثه عشان الثلاثه دي بوديها وين؟ تجنيب ها تجنيب تجنيب بجنبها عليك الله ها انت مش وين؟ ها هوي اكلمنا الله يجيب لك كلام الكلام ده يجيب لك كلام نو 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 لا 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 هوي ذيس از اي ما دام الكلام ده بيجيب كلام احنا الكلام ده بيجيب السجن والعنايه انا بري 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 تعال كلم تعال كلم لا 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 تعال تعال لا 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 سجن سجن كده تعال انا بقول لك كلام تعالي اها اخوانا عاين انا بقدر على السجن لا لا احنا عاين لا سجن ولا نعمل حاجه برانا ممكن نعمل لنا حاجه تكون ما قانونيه كويس نحن من دربنا ده نعم نمشي على ناس المحليه كويس طيب. واحد زائد واحد بيساوي اثنين نعم اخواننا والله نحن حاصل لنا كذا 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 انتوا ديل ده انتوا سووا لنا شنو عشان نحن بعد ذاك الحاجه اللي ما بتقدروا عليها نتمها نحن
انا اتخيل لي كده نكون حلينا المشكله. لا لا ده كلام جميل بس this is important important امرك انا معاك. الحكومة مفروض تدعم التعليم والصحة وما إلى شابه لذلك، لكن أما الأثار فيكون في حدة بتاع التنافس يلجأ للجمعيات التعاونية السابقة في العهود القادمة، يعني عشان تقدر يكون في منافسة. هاي ده واحد. أما من ناحية الإصلاح البيئة فأنا أتمنى بأنه ما دام ده رأي آخر أتمنى بأنه يكون هنالك يعني أي سوداني يكون شنو محلية، يعني انا اتمنى بانه اي زول هو في العالم الحسن عايشين ديل مسؤول من اي وساخه في الارض كويس ويشيله ويعتبر بانه ده بيته، والحته دي بتنتهي بانتهاء شنو؟ بانتهاء النظافه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثلنا الاله حسانه بالنظافه، والنظافه من الايمان، الزول لما يكون نظيف في نفسه، نظيف في بيته، نظيف في شارعه، نظيف في مجتمعه ان شاء الله. اتمنى من الله العظيم يعني تكون الصحه، انا الصحه تكون خاتمه للبعوض و واهم شيء يفتح المشاريع المجاريب من المساخه والعياده عشان ما تنزل وتعمل للناس يعني امراض. اسال الله يكون يعني ان شاء الله يكون الناس خطيبه والناس المحليه وكلهم اتمنى من الله يكون البلد في خير وعافيه صحه جيده. مقبلين على الامطار وقال كل راي مزول على رعيته، والمزول الاول منا الحكومه عشان كده تقوم شنو برصف الحتات يعني اللي بتكون فيها المويه والتراب، وشايفين هسه يعني احنا اي شيء في الطريق بيجيب البعوضه يعني تراكم المياه بيجيب البعوضه وبيعمل ملاريا، والملاريا دار علاجات والمواطن ذاته مغلوب عن امره دار مساعده. بالنسبه للحل لمشكله اليوم انا بشوف يعني تكون في دراسات مستديمه يعني ما مرتبطه بمزول معين، يعني المزول جاء او فات تكون ثابته. يعني بنسمع ان احنا في الاعلام طبعا الدراسه الربع قرنيه والدراسه الخمسينيه، لكن بنلقى انه كل مزول بيجي بسياسات ما عارف ده يثبت انه هو جديد، ما عارفين نحن الحاصل شنو. المفترض يعني تكون في دراسه لكل فصول السنه يعني، وبالنسبه للناس المحليات يعني ما ياخذوا افعال مع المواطن على اساس انه يحسسوه انه هو بس زول جبايه بس. انه بعض المواطنين بيدفنوا المطرب بتاع المويه، لكن يا اخواننا انا شاهدت بعيني انه بتاع المحليه ذاته بتاع المكب انه بيعبي العربيه بتاعته بكوفه ذاته في المصرف، شاهدت عينا على المدخل الجاي من ال 24 مواد سوق الوحده الحاجوزه، يعني على طول 2 كيلو بيجي بتاع المحليه ذاته بعربيته يفرغ، يجي ثاني يوم الصباح العمال بتاعنا يلموا الفرغ ويحرقوه، الحريق ذاته مشكله بالنسبه للحاره يعني. وشاهدت برضه بنفس الموال في المدخل بتاع البابكر على طول الشارع انه بيجي بتاع العربيه يكوب على الطريق، بيجي ثاني يوم العامل بتاعهم بالمكنسه يجمع اللي طاير ويحرقه. انا بتطرق عن مزيل النفايات وموضوع الخيران، يعني انت كمحلي وكمزول بتجي بتحفر خور، والحاجه المؤسفه انك بتخلي التراب جنب الخور، يعني تلقائيا كده التراب هيرجع شنو؟ هيقفل الخور، وسنويا بتجيب العمولة السنويا بتجيبها لو بتحسبها صح انك حتجيب عامل هيحفر لك، العمولة دي لو عملت بها صبه ولا جبت بها ماسوره حيكون نفس السعر، يعني تلقائيا حيكون الخور شنو؟ قفل. اما موضوع النفايات ده فالناس انها ما بيهمها انها تدفع القروش، لكن بيهمها يعني انا لما ادفع قروش فانت القى خدمه نعم، اكون في مقابل اخذ وعطاء بين الجانبين، يعني انا اتفاجئ اني ادفع قروش النفايات تكون شنو؟ تكون قاعده، وبعد بنقبل انه النفايات اعرف النفايات لما تجي تبيع في المره يعني ما بتتفاجئ انه شنو الوساخه ما بتشيلها كلها، يعني حتى العامل المفترض يكون شنو في مراقبه في عربيه النفايات دي، يعني تلقى دول عامل هيشيل لك النفايات وحيشتتها الاوراق تتطاير ويكون في باقي منها، وانه مشكله النفايات دي يعني نعرف تمام انه شنو عندها مشاكل صحيه في الحي وهي كده، فننبه انه الناس شنو تعمل عمل جاد لوجه الله تعالى. النظافه يعني يوروا الناس ذاته عندهم جدول، مثلا جايين حي الصافيه عندهم يوم الخميس او يوم الاحد، انت فجاه بتسمع الصفار وفي ناس ما عارفين ذاتهم هم ديل ناس النفايات، فبيجوا بطريقه كده الناس ما بكونوا عارفين انه اليوم عشان يوم محدد الزول وساخه من جوا البيت يخطها برا لناس النظافه اللي هم بيجوا مثلا يوم الاحد. انا يوم الاحد عارف من كل اسبوع انه الناس اللي بيجوا بخط الوساخه من برا الناس اللي بيشولها. الشيء الثاني بنناشد برضو عدم الحريق، لانه عدم الحريق مرات في الاسلكه الكهربائيه ممكن يعمل حريق جدا ويحرق المنازل، فبنناشد من المواطنين برضو عدم حريق الاوساخ في الشارع العام. Bam, 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 bam